السيد علاوي باعتبار انه قد يكون مقبولية بان يختار رئيس الوزراء ومن خلاله تمرر اجنده اقليميه. هذا الامر واجه عقبات واشكالات كبيره، على اعتبار انه ما تحقق من نتائج في الانتخابات رغم التدخل الواضح فيها لا يضمن للسيد علاوي ولقائمته ان تنفرد، وفشلت العراقيه في تحقيق تحالفات مهمه، لا سيما انه من المعلوم انه البرلمان يتطلب رقم ال 50 زائد 1 اللي هو 163 ورقم ال 217 اللي هو الثلثين لاختيار رئيس الجمهوريه بعد فشل هذا المشروع وبعد الاشكاليات التي حدثت ما بين العراقيه والقانون. حاولت القائمه العراقيه لا سيما بعد تحريك ملفات الاجتثاث على بعض الاعضاء المنتخبين وغير المنتخبين في البرلمان القادم، والعراقيه تعلم بان تحوي العدد الاكثر ممن هم يطالهم هذا القرار، لجأت العراقية إلى محاولة وبتوجيه خارجي طبعا وبإيحاءات وبتشجيع حتى يكون منصفين نحو تدويل المسألة العراقية. الأطراف الإقليمية عندما أحست أنها ستكون فاشلة في اختراق العملية الديمقراطية من داخلها حاولت إلى العودة إلى الحالة الأولى وهي إلغاء العملية السياسية. كانت هنالك مطالبات ومطالبات مستغربة من الوسط السياسي ومن أغلب الوسط العراقي باعتبار أنه قوة سياسية تسعى إلى تدوير المسألة العراقية، تسعى إلى إفشال كل منجزات السنوات الماضية، والأهم هي تضحي بكل ما قدم الشعب العراقي من تضحيات بالأرواح وتضحيات مادية في سبيل إقرار هذا الأمر. هذا الامر الدفع بعد وصلت المساله الى خطوره على المساله السياسيه على العمليه السياسيه بالكامل، دفعت الائتلافين الى التقارب من جديد او التعاون، وهذا التعاون سبق اعلان كان من المؤمل ان ينطلق تحالف ما بين الوطني والكردستاني، تحقيق بحدود 130 عضو يذهبون الى البرلمان بعد دعوه رئيس الجمهوريه اللي هو من احد الائتلافين، ويدعون باقي الكتل وهي باقي القوائم والاحزاب من داخل الائتلاف دوله القانون والعراقيه للانضمام اليهم. هذا الامر كان سبق ايضا هذا التحرك، تم الاتفاق على انه تجري الوطني ودوله القانون، كانت المعضله هي شخصيه رئيس الوزراء بسبب اصرار دوله القانون على ترشيح السيد المالكي وكونه مرشح وحيد. بالنسبة للائتلاف الوطني كان يسعى للاتفاق على البرنامج الحكومي قبل الاتفاق على رئيس الوزراء باعتبار أنه كانت لهم تجربة سابقة مع السيد المالكي باعتبار أنهم كانوا ضمن ائتلاف واحد في الائتلاف الوطني الموحد. كانت هناك إشكالية على اختيار البرنامج الحكومي، السيد المالكي لم يقدم برنامجا حكوميا يرضي باقي شركائه، ولهذا دخلوا للانتخابات بقائمتين منفصلتين. الآن الواصل لدينا من الأخبار أنه خلال هذه اليومين قبل الجمعة إن شاء الله سيتم الإعلان عن تحالف وليس اندماج، هذه معلومة مهمة جدا ومركز عليها، تحالف ما بين الائتلافين لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر. طيب سيد الكندي إذا سمحت لي، سيد الكندي إذا سمحت لي أصبحت الفكرة واضحة، دعني أنتقل إلى بغداد إلى الدكتور عدنان السراج عضو ائتلاف دولة القانون انضم إلينا الآن. دكتور عدنان، كان هناك في الأخبار الواردة من بغداد أن في هذه الساعة وفي هذه اللحظات سيكون هناك اجتماع يضم أقطاب ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي لحسم القضايا العالقة، هل لديك معلومات حول مجريات هذا الاجتماع؟ ما الذي سيبحث فيه؟ هل آلية اختيار رئيس الوزراء هي القضية المفصلية ستكون في هذا اللقاء أم هناك أشياء أخرى؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي ضيفيك العزيزين، حياكم الله. لابد أن نكون على الصورة الواضحة أن التفاهمات بين الائتلافين قد وصلت إلى مراحل متقدمة جدا، والإعلان عن ائتلاف أو تحالف بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني الموحد قد يرقى إلى مستوى الاندماج، ولكن الآن حاليا التفاهمات تسير بهذا الاتجاه. نعم اليوم سوف يعقد اجتماع ولكن ليس الآن بعد سويعات من هذا الوقت، وهذا الاجتماع هناك رسالة مهمة من ائتلاف دولة القانون ستطرح على الاجتماع، وهذه الرسالة سبق أن بعثت إلى الائتلاف الوطني الموحد ورحب بما جاء فيها من أفكار تتعلق بآليات إدارة العملية السياسية وليس بآليات مشاركة أو انتخاب رئيس الوزراء المقبل. حسب الاتفاق تم أنه يعلن الاتفاق ويعلن آليات
وصفات ومواصفات رئيس الوزراء، وبعد إعلان التحالف يعلن أو تدرس برامج اختيار رئيس الوزراء. لحد الآن نحن في ائتلاف دولة القانون أقوها صراحة نحن مرشحنا الأستاذ نور المالكي فقط، وليس هناك أي اسم آخر. نعم الأخوة طلبوا من عندنا إضافة أسماء، نحن لم نضف اسم لحد هذه الدقيقة إلى مرشحنا الأستاذ نور المالكي، وهم ليس لديهم مشكلة. نحن تناقشنا في أصل المشروع، مشروعنا هو مشروع ائتلاف دولة القانون المبني على احترام القانون وإقامة مؤسسات الدولة وإدارة العملية السياسية ضمن عملية تبادل السلطة السلمي واحترام الرأي والرأي الآخر وتشكيل حكومة قوية خدمية وتوفر الخدمات والأمان للناس. أيضا الائتلاف الوطني الموحد أقرب إلينا إلى هذا المشروع، وبالتالي صار هناك تقارب في الرؤى على أساس المشاريع المشتركة، وبما نحتكم فيه من استراتيجيات مشتركة ومن تاريخ مشترك ومن جهات مشترك، ونحن بنات العملية السياسية بآلياتها وحيثياتها من أول يوم العملية السياسية إلى يومك هذا بعد إزاحة النظام المقبور. إذا نحن أمام حالة سليمة، أمام حالة من التحالف من أجل تشكيل أكبر كتلة برلمانية تمثل الجبهة الوطنية داخل مجلس النواب. وصلتنا إشارات مهمة جدا من التحالف الكردستاني يشير إلى أن هذا التحالف سوف يعلن تأييده إلى هذا التحالف الجديد، وأيضا وصلتنا إشارات ممتازة من وحدة العراق ومن التوافق العراقية، وبالتالي نجد أن أكثر الكتل قد انسجمت مع آلية وفكرة اندماج أو تحالف الاتفاقين. نحن بانتظار النتائج المعلنة، وأعتقد أن الاتفاق تم على أنه يتم الإعلان بعد دراسة الموقف بعد اجتماع اليوم خلال 3 إلى 7 أيام من أجل إعلانه على الجمهور بصيغته النهائية. طيب دكتور عدنان إذا سمحت لي، كان هناك أيضا دكتور بعض الأنباء كما ورد تصريح للسيد جمعة العطواني عضو الائتلاف الوطني العراقي من أن الآليات المطروحة في هذه المرة ستكون مختلفة، لأنها ستكون تحت إشراف ورعاية المرجعية في النجف الأشرف. هل فعلا هناك إشراف أو رعاية أو توجيه من قبل المرجعية في النجف الأشرف دكتور عدنان السراج؟ المرجعية الدينية في النجف مرجعية قيادية، مرجعية غطائية، مرجعية أبوية، مرجعية للجميع العراقيين. والمرجعية في النجف أعلنت وبقيادة السيد السيستاني حفظه الله أعلنت أنها تقف على مسافة واحدة من كل الكتل وتؤيد أي عمل يسرع في تشكيل الحكومة وتثبيت مجلس النواب الحالي، وأيضا تساند أي نوع من التحالفات التي تقوم من أجل تشكيل حكومة وطنية. أنا أقول المرجعية كانت قلقة على مسألة التأخير في تشكيل الحكومة وقلقة على نوعية التحالفات التي تجري في البلد، ولكن الائتلافين اتفقا على صيغة مهمة جدا أنه إذا أعلن التحالف لا يعني تهميش العراقية، يعني أن تشكل كتلة قوية من خلالها تنبثق حكومة قوية يشترك بها كل الفائزين وكل الخاسرين، أي بمعنى لا نستثني أحد من عملية المشاركة الحكومية، يبقى مجلس النواب في آلياته يستمر على نفس الآلية الديمقراطية من خلال عدد مجلس النواب وأفراده. المرجعية تكون فرحة عندما تسمع، وهذا مطلبها، أن تشكل حكومة قوية، أن لا يستثنى أحد، أن لا يهمش أحد، أن يكون الجميع يتحملون مسؤولية.